طالب بالثانوية العامة يسأل جمع من الأسئلة: هل تقبل صلاة المرء في البيت دون عذر أم من الواجب والإلزام الصلاة في المسجد للحديث النبوي: من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له، وما سبيل التغلب على وساوس الشيطان في الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هذا سبقت الإجابة عنه في أنه لا تجوز الصلاة في البيت أو في غيره وترك صلاة الجماعة لمن يسمع النداء. يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي ويحضر لصلاة الجماعة في المسجد، هذا هو الواجب. فمن ابتلي بالتكاسل عن صلاة الجماعة وكان يصلي في بيته يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين. نعم.